قدام علينا لأمن البلد يعني لجوا. عم نقرب لهنيك لو صار عم الجيش عم يتقرب علينا وعم يقتحم كثير على البلد. وقصف في كثير يعني على البلد. العالم من كثر القصف والطيران والبراميل أخي كلها عم تنزل لوين؟ على البلد لتحت. أخي والبلد لتحت ليش أخي كل ما بده يضيق علينا؟ ابو هون ناحيتنا يعني بننزل عليه يعني عم نعيش الرعب يعني مثل ما كانوا هيك هاي الافلام اللي بيقولوا لها الاكشن يعني الرعب او افلام الرعب والله صرنا نشوفها على الارض. اتمنى يوقفوا الحرام ونخلص من هالحاله ويفرج عنا يا رب.